بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. أكيد أول لما بتسمع كلمة منارة على طول بيجي في دماغك صورة المنارة بالليل وسفينة جاية من بعيد بتقرب ناحيتها، ومرة واحدة بيظهر شبح من المنارة مستني البحارة عشان يخوفهم شوية، يعني زي ما بنشوف في الأفلام الأجنبي بالظبط. بس خد بالك، فكرة المنارات المسكونة ما بقتش منتشرة بنفس القوة اللي كانت منتشرة بيها القرنين اللي قبل كده. ما هو أصل زمان كانت المنارات موجودة قريب قوي من البحر وكانت بتسبب خوف للبحارة، فكانت في الفترة دي كل منارة مهمتها الأساسية هي إن هي ترشد السفن في البحر. ومع مرور الوقت بقت المنارة مكان مرعب بيخاف منه كل الناس، وده بسبب الحكايات المرعبة اللي اتنقلت بين الناس وتقال إن هي مجرد أساطير. بس اتضح بعد كده إن دي مش أساطير ولا حاجة، وطلعت المنارات بالفعل مكان مسكون بالأشباح. عشان كده تعالوا نوضح الصورة أكتر ونفهم حكاية المنارات دي إيه وإزاي بتتحول المنارة لمسكونة. وكمان في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن المنارات اللي سببت رعب كبير جدا لسنوات كتيرة للناس. بس قبل ما نبدأ الحلقة دي ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا كمان في القناة. لو لسه جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. المنارات في البداية تم انشائها اكيد لهدف، وقبل ما نتعرف على المنارات المسكونة فاكيد لازم نتعرف عن المنارة نفسها ونعرف هما ليه اصلا اتبنوا وتعملوا ليه من اصله. المنارة العادية قبل ما تبقى مسكونة كانت في الأصل مجرد مجموعة من الأبراج العالية جدا بتتبني قريب من شاطئ البحر والتلال الصخرية، وزي ما هو واضح من اسم المنارة كان فوقها مصباح كبير أو مصدر من مصادر الضوء، ومن خلال النور ده بينور محيط كبير من البحر بيهتدي بيه السفن وبيتم إرشادهم للشواطئ، ودي كانت مهمتها قبل ما تبقى مكان مخيف ومرعب. وده لان هما بيقولوا ان كل لما المنارة تقدم ويجي الليل والدنيا تضلم وقتها بيكون ده الوقت المناسب لكل الحاجات المرعبة زي الارواح الاشباح وهكذا. اما عن تاريخها فتم بناء المنارات دي قبل ما يخترعوا اضواء السفن، وبعد انشاء المنارات وبمجرد ما كانوا بيقربوا البحارة ناحية الشاطئ بقوا بيشوفوا الضوء، وساعتها كانوا بيفرحوا جدا وبسببه بيطمنوا ان هم وصلوا اخيرا للشط، لان هم بينجوا من انهم ممكن يخبطوا في الشط ولا حاجة كده لا قدر الله. لكن للأسف مفيش حاجة بتفضل على حالها، ومع الزمن اتحولت المنارات من مكان بيرشد الناس لأسوأ حاجة في الوجود. فجأة ابتدى يظهر للناس ان المنارات مرتبطة باسم الأشباح، ومحدش يعرف الموضوع بدأ من امتى ولا ازاي، لكن فجأة بقوا البحارة بيخافوا من المنارات الموجودة على حدود كل الشواطئ بسبب وجود الأشباح. وفي خلال الخمس قرون الأخيرة الموضوع بقى مخيف جدا وخطير جدا جدا، فكانت السفينة بتروح ناحية المنارة وبعدها بكام يوم بينتشر خبر اختفائها، وده بيحصل من غير أي تفسيرات، والكل كان بيدور على إجابة لسؤال واحد: ليه تحولت المنارات لبيوت أشباح؟ والإجابة هي أن من عادة المنارات أنها بتفضل فاضية لوقت طويل جدا، حتى الحارس اللي كان بيتولى مهمة أن هو ينور المصابيح بالليل لما الليل يليل ما كانش بيبقى موجود طول الوقت، وده تفسير أغلب الناس. بس ناس تانية كانوا شايفين أن طبيعة المنارات دي من حيث أن هي مكان ضلمة وهادي فده بيخليها مكان بيجذب أصلا الأشباح. ولكن أيا كان التفسير إيه، فوجود الأشباح بقى حاجة طبيعية جدا في المنارات، وعشان كده تعالوا نتكلم عن أهم المنارات المسكونة اللي سجلها التاريخ وقالوا عنها مجموعة من الحوادث المخيفة. أول منارة معانا هي منارة سيجون الأمريكية، واللي أطلقوا عليها منارة العزف الحزين، واللي اتبنت سنة 1985. المنارة دي عليها إشاعات بتقول إن في شبح عازفة ماتت في المنارة دي، كانوا البحارة بيسمعوا صوت العزف في المنارة، لكن السلطات الأمريكية ما صدقتش الموضوع ده وبعتت فرقة من الضباط عشان يتأكدوا من الخبر ده،
وبعد ما رجعوا الضباط للقيادة قال القائد ان هو قضى في المنارة دي واحدة من اسوأ الليالي اللي قضاها في حياته، وقال كمان ان هو سمع صوت العزف زي ما قالوا ناس كتير، وكمان سمع صوت السرير وهو بيتهز ومعاه اصوات مرعبة مخيفة ما قدرش ان هو يعرف مصدرها. ومن ضمن الحكايات اللي اتقالت عن منارة سيجون الامريكية ان كان في راجل ومراته عايشين في المنارة، وكانت مراته بتحب العزف، كانت بتقنع نفسها ان هي بتعرف تعزف، بس الحقيقة هي ما كانتش تعرف اي حاجة عن العزف. كل يوم بتجيب الجيتار وتعزف مقطوعة بصوت نشاز، بس جوزها مع مرور الوقت ما قدرش يتقبل الصوت الوحش ده، فقالها بصراحة كده ان هو ما بيحبش عزفها ولازم تبطل عزف. وبالرغم من كلام جوزها القاسي الا ان هي برضو ما بطلتش عزف، دي فضلت تعزف لحد لما جوزها تعصب وضربها بالفاس على دماغها لحد لما فاق. وبعد ما فاق من عصبيته اكتشف ان هو قتلها وندم على عملته دي وانتحر. والقصة ما خلصتش لحد كده، ده عاش شبح الزوجة يعزف بالليل حتى بعد موتها. والحقيقة ان محدش قدر يوقف صوت العزف ده. ندخل بقى عند منارة بنساكولا واللي اتسمت بمنارة الزوجة الغامضة. في سنة 1840 اتجوز راجل وست وقرروا ان هم يقضوا كل لحظات حياتهم في سعادة ويعيشوا بعيد عن الناس في منارة بنساكولا. بالنسبة لهم عشوا صغير لكن سعيد. عاشوا في المنارة دي السنين الأولى من جوازهم، لكن عشان ما فيش سعادة بتدوم أبدا الحب اللي بينهم اتبخر. كان في مشاكل كتير بينهم وصلت لحد ان هم بقوا بيضربوا بعض، ووصل الموضوع في النهاية للقتل. ولما الزوجة جابت اخرها بقى اخدت السكينة وضربتها في قلبه. الغريب ان هي ما حسيتش بالذنب انها قتلته، وقررت ان هي تمثل ان هي ما قتلتوش، ونجحت انها تخدع المحكمة واخدت حكم نهائي بالبراءة. بس هل روح الزوجة هتسكت؟ اكيد لا. دي تحولت منارة بنساكولا لبيت للاشباح، والعقاب اللي اخدته الزوجة ده كان اصعب من عقاب المحكمة، لان كل الناس بعدوا عنها وسابوها بحجة ان هي خاينة لجوزها وانها ما تستحقش ان حد يتواصل معاها، وخصوصا ان الكل كان شاكك ان هي اللي قتلت جوزها، لكنها ما اهتمتش لكل ده. قررت انها تعيش في المنارة لباقي حياتها، وفضلت عايشة لحد لما ماتت سنة 1955. وبعد موتها في ناس قالوا انهم كل شوية كانوا بيقربوا من المنارة كانوا بيسمعوا اصوات غريبة وناس بيتكلموا مع بعض، ولكن لما كانوا بيدخلوا المنارة ما كانوش بيلاقوا اي حد ولا اي صوت. دول بيلاقوا بقع الدم على سلم من سلالم المنارة، وكل لما يحاولوا يمسحوه بيلاقوا ان بقعة الدم دي بترجع تتجدد تاني. وعلى فكرة لحد دلوقتي بقعة الدم دي موجودة. اما المنارة التالتة بقى اللي معانا فهي منارة هيستا، وتعتبر المنارة دي من أشهر المنارات المسكونة، وتسمت المنارة بمنارة لعنة الطفلة، ودي عشان الطفلة اللي ماتت فيها. القصة بقى بدأت أعزائي المشاهدين مع حارس المنارة. الحارس اللي كان بيعيش فيها هو ومراته وبنته الصغيرة الوحيدة، وفي يوم من الأيام بنته وقعت في المحيط وغرقت. أم البنت حزنت عليها حزن شديد على بنتها، والحزن ده اتطور لحد لما الأم انتحرت هي كمان، لانها كانت شايفه ان الحياه من غير بنتها ملهاش اي لازمه. وطبعا المتوقع هتقول ان روح الام بتظهر في المناره، هقول لك برافو عليك توقعك صح، ولكن مع شويه تعديل. شبح الام كان بيظهر كل ليله عشان يدور على الطفله، ومع بحث كتير عنها ولان طبعا الشبح مش بيلاقي الطفله فبيصرخ بصوت عالي جدا، والصريخ ده بيبقى مرعب قوي. وقال حارس المناره اللي هو الاب انه في يوم من الايام شك ان في حد واقف ورا الازاز، فطلع المسدس بتاعه وضرب بالنار وكسر الازاز. بعدها راح ينادي على اصحابه، وده طبعا عشان يساعدوه لان هو شك ان ممكن يكون حرامي. لكن لما رجع هو واصحابه لقوا ان الازاز رجع على نفس شكله ولا كانه اتكسر. شكوا فعلا انه ممكن يكون شبح الام. واخيرا بقى نوصل لمنارة اسمها منارة جيبرالتير، اللي تسمت بمنارة شبح الضباب المنتقم. ففي يوم من الأيام دعا الحارس أصحابه لوليمة عشاء في المنارة اللي بيحرسها. قعد الحارس ده يتخيل اليوم ويقول إنها هتبقى من أجمل الليالي اللي هتعدي عليه، وفعلا ده حصل بس في الأول بس. وده لأن في نص الليل حصلت حاجة قلبت كل حاجة. الحارس وأصحابه شربوا خمرة كتير جدا لحد لما سكروا. بعدها
فضلوا يتخانقوا مع بعض وهم مش عارفين اصلا هم بيتخانقوا على ايه، على مجانين شاربين. المهم ده حتى وصل الموضوع اعزائي المشاهدين ان هم بقوا بيشتموا بعض ويضربوا بعض من غير اي سبب، ومفيش ثواني عدت عليهم غير وحارس منارة، اللي هي المنارة اللي احنا قلنا على اسمها دي عشان اسمها صعب يعني. المهم لقوه مقتول بإزازة مكسورة ضربت في قلبه، ومات الحارس في لحظتها. لما فاق أصحابه من حالة السكر اللي هم فيها عرفوا ان هم عملوا كارثة كبيرة جدا، كارثة اتسببت في موت حارس المنارة، وقرروا ان هم يخبوا الموضوع عشان لو اتعرف الموضوع هيوصل لحبل المشنعة على طول. فما كانش قدامهم غير حل واحد، ان هم يخفوا الجثة بعد ما قطعوها وخبوها لدرجة ان الموضوع ما تعرفش. نسيت اقولك حاجة، ان اصحابه دول كانوا حراس لمنارات تانية ونجوا من الجريمة، وقالوا ان صاحبهم خرج في اليوم اللي كانوا هيتقابلوا فيه الصبح ومحدش عارف هو راح فين. ولكن هل الموضوع بقى هيخلص لحد كده؟ لا طبعا، العدالة الالهية يا صديقي ما سابتهمش لجريمتهم، وانتقم شبح الحارس اللي رجع وقرر ان هو ينتقم منهم على طريقته. نشر الرعب في قلوب الحراس دول، وده ادى لموت اتنين منهم عن طريق الازمة القلبية. وفي الاخر حصلت بعض الكوارث في حياة الحراس التانيين لدرجة ان واحد منهم انتحر وانهى حياته بنفسه، ولحد دلوقتي بيسمع القريبين من المنارة بالليل صوت صريخ كل ليلة، وكأن شبح الحارس بيدور على جثته اللي خبوها. في ناس بتقول ان هم لقوا اجزاء من جثته، وناس تانية بتقول ان ده ما حصلش. بس تعال نفكر مع بعض، لو انت واقف على شط البحر جنب منارة وسمعت صوت صريخ او اصوات مرعبة، ساعتها يا صديقي احساسك هيكون ايه؟ اعتقد الاحساس هيكون مرعب جدا. وعشان كده لو رايح مصيف او قررت انك تعيش جنب البحر، انصحك ما تروحش ناحية اي منارة بالليل لحسن يطلع لك شبح يكون بيدور على جثة، واحنا ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل وقتها. يمكن تكون حلقتنا خلصت اعزائي المشاهدين، ولكن موضوعاتنا لسه ما خلصتش. اوعدكم اللي جاي هيبهركم اكتر. سلام عليكم.